كتشوفوا اليوم احنا طنجة منظمة الندوة الثامنة ديال اللي كتجمع فيها المراكز النوادي اللي كاينة في المراكز اللغوية الأمريكية اللي كاينة في المغرب كامل. معنا اليوم 12 نادي من 12 مركز لغوي، معنا طنجة، الرباط، نيترا، محمدية كازا، حتى نوجدة. الهدف من هذا الندوة ولا المؤتمر اللي كنعملوه هو أننا نشاركوا يعني نبارطاجيو ليكسبيريونس ديالنا مع بعضنا، باش الواحد كيجي شوية الإلهام أنه يعاون المجتمع ديالو. إلا شي واحد عمل شي بروجي أو شي مشروع اللي كيعاون به، سواء يكون مشروع عنده علاقة بالتعليم، التربية والتعليم، ولا عنده علاقة بالفقر، ولا بأي حاجة، يعني شي حاجة اللي كنقدروا نعاونوا بها المجتمع ديالنا. دونك هذا هو الهدف ديالنا، اننا نشاركوا الافكار ديالنا باش كي الناس اخرين كيتعلموا منا، وكي حتى هما كيعملوا نفس المشاريع في مدن اخرى. وبهذا الشكل هذا كتصبح المغرب كامل كيعمل مشاريع وكيعاون المجتمع ديالو باش كنحسنوا من المجتمع ديالنا. السلام عليكم. دونك حنايا اليوم في المؤتمر الثامن اللي كيجمع لي سونتر امريكان ديال المغرب كامل، اللي هما 12 سونتر. وانا اليوم حنايا كاملين هنايا اليوم كنمثلوا الجمعيه ديال يد في اليد كوميونيتي سيرفيس كلوب، اللي عنده بزاف ديال لي زاكتيفيتي كنعاونوا بهم المجتمع. كنعملوا عندنا بزاف ديال لي بروجي، عندنا دي بروجي كنقراو فيهم لونجلي فرونسي والعربيه لفائده التلاميذ المدارس الاموميه. حنا كنتواجدوا بالمؤتمر السابع بمدينه طنجه اللي كيشاركوا فيه 12 مركز امريكي، ومن خلاله كيتشاركوا التلاميذ والطلبه والشباب المغاربه الافكار ديالهم والمشاريع ديالهم اللي تمت على المستوى المحلي والمستوى الجهوي. هي مناسبه اللي نعطيو فيها اشياء جديده للشباب، يكتسبوا فيها مهارات جميله اللي يقدروا يعاونوا بها المجتمع ديالهم وتنفعهم هما في المستقبل القريب والمستقبل البعيد.